الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا. ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب. وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله. وقال لي: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته. ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير. يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا. وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور: نعم، أنا آت سريعا. آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.